بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، معنا اليوم جهاز جديد ماركة بودروس لوجامكس بلس، من الأجهزة المنتشرة بشكل كبير في مدينة مرسين. جهاز تام يا وشملي، توفير كامل. رح نشرح لكم طريقة التشغيل. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ من جهة اليسار. في عنا أول فأسة من فوق، هي الأون أوف للجهاز كامل، فصل معنا الجهاز كامل. نرجع نشغل. في عنا بهذه المود المكتوب عليها مود عيارات التدفئة ومي الساخنة، ضغطة صغيرة بتطلع لنا عيارات الماء الساخن. لاحظوا معي، بنغيرها اما بالزائد او بالناقص. بالزائد بترتفع معنا، راح نحطها نحن 45. ضغطة صغيرة تانية على المود بتطلع لنا عيارات التدفئة، كمان نرفعها. نحن بنحطها كمان احيانا على حسب البرد، 48 50 على حسب الحاجة. بالنسبة لإعادة التشغيل، في عنا المود زائد إشارة الناقص، بنضغطهم مع بعضهم، مكتوب هون ريسيت. وقت اللي بنضغطه مع بعضهم بيعمل إعادة تشغيل الجهاز بهذا الشكل طبعا. وفي عنا كمان قفل اللوحة، شوفوا لاحظوا معي، زائد مع ناقص مربوطين مع بعضهم بقفل. يعني هلا اذا ضغطناهم مع بعض، لاحظوا شوفوا الشاشة قفلت الشاشة. يعني هلا مين ما اشتغل بالشاشة اللي فيها ما بتتغير شي، الاعدادات لوك. نرجع نفتحهم. هيك الجهاز مفتوح. طبعا في عنا ساعة الضغط، هلا هي محطوطة على 1.5، وهو الضغط المثالي لهيك أجهزة. جهاز بسيط جدا غير معقد. طبعا هدول في عنا تحت، نحن دائما بتجي 4 سكورة، حكينا عنهم كتير وبكل الفيديوهات عم نحكي عنهم تقريبا. السكر الأول خط الراجع من التدفئة، السكر الثاني خط البارد الداخلي للكومبي، السكر الثالث الخط الساخن الخارج من الكومبي، طبعا ساخن الحنفيات. وفي عنا خط ساخن البتكات، الشبكة، شبكة التدفئة بيجي على اليسار دائما. طبعا السكر اليميني الأول والسكر اليساري الأخير، هدول ما بنسكرهم ابدا ابدا مثل ما حكينا، مشان لا نوقف دارة التدفئة. طبعا عندنا سدة التنظيف موجودة ليكا بسيطة كمان، وعندنا كمان هون سدة تنظيف للماء البارد اللي داخل الى الجهاز، بالاضافة الى خرطوم التنقيط الياوش مري. حياكم الله جميعا، اي استفسار يرجى كتابة تعليقاتكم في اسفل الفيديو. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.